السلام عليكم. هذه قصة جد مؤثرة لدرجة أن هذه القصة أبكت كل من سمعها. في البداية قرر صاحبنا الزواج وطلب من أهله البحث عن فتاة مناسبة ذات خلق ودين، فاتفقت أمه وأخواته عن البحث له عن فتاة تناسبه، وكما جرت العادات والتقاليد حين وجدوا إحدى قريباته وشعروا بأنها تناسبه ذهبوا لخطبتها، وأهل البنت لم يترددوا في الموافقة لما كان يتحلى به صاحبنا من مقومات تغري أي أسرة بمصاهرته، وصارت الأمور كما يجب وأتم الله فرحتهم. وفي عرس جميل متواضع اجتمع الأهل والأصحاب للتهنئة، وشيئا فشيئا بعد الزواج وبمرور الأيام لاحظ المحيطون بصاحبنا هيامه وغرامه الجارف بزوجته وتعلقه بها، وبالمقابل أهل البيت استغربوا عدم مفارقة ذكر زوجها لسانها. أي نعم، هم يؤمنون بالحب ويعلمون أنه يزداد بالعشرة، ولكن الذي لا يعلمونه أو لم يخطر لهم ببال أنهما سيتعلقان ببعضهما إلى هذه الدرجة. وبعد مرور 3 سنوات على زواجهما بدأوا يواجهون الضغوط من أهاليهم في مسألة الإنجاب، لأن الآخرين ممن تزوجوا معهم في ذلك التاريخ أو بعدهم أصبح لديهم أطفال أو أكثر، وهم ما زالوا كما هم. أخذت الزوجة تلح على زوجها أن يكشفوا عند الطبيب عل وعسى أن يكون أمرا بسيطا ينتهي بعلاج أو توجيهات طبية. وهنا وقع ما لم يكن بالحسبان، حيث اكتشفوا أن الزوجة عقيم، وبدأت التلميحات من أهل صاحبنا تكثر والغمزات واللمزات تزداد، إلى أن صارحته والدته طلبت منه أن يتزوج بثانية ويطلق زوجته أو يبقيها على ذمته بغرض الإنجاب من أخرى. فطفح كيل صاحبنا الذي جمع أهله وقال لهم بلهجة الواثق من نفسه: تظنون أن زوجتي عقيم؟ إن العقم الحقيقي لا يتعلق بالإنجاب، أنا أراه في المشاعر الصادقة والحب الطاهر العفيف، ومن ناحيتي ولله الحمد تنجب لي زوجتي في اليوم الواحد أكثر من 100 مولود وراض بها وهي راضية، فلا تعيد لها سيرة الموضوع التافه أبدا. وأصبح العقم الذي كانوا يتوقعون وقوع فراقهم به سببا اكتشفت به الزوجة مدى التضحية والحب الذي يكنه صاحبنا لها. وبعد مرور أكثر من 9 سنوات قضاها الزوجان على أروع ما يكون من الحب والعشرة، بدأت تهاجم الزوجة أعراض مرض غريبة اضطرتهم إلى الكشف عليها بقلق في إحدى المستشفيات الذي حولهم إلى مستشفى التخصصي. وهنا زاد القلق لمعرفة الزوج وعلمه أن المحولين إلى هذا المستشفى عادة ما يكونوا مصابين بأمراض خطيرة. وبعد تشخيص الحالة وإجراء اللازم من التحاليل وكشف طبي، صارح الأطباء زوجها بأنها مريضة بداء عضال، عدد المصابين به معدود على الأصابع في الشرق الأوسط، وأنها لن تعيش كحد أقصى أكثر من 5 سنوات بأي حال من الأحوال، والأعمار بيد الله عز وجل. ولكن الذي يزيد الألم والحسرة أن حالتها ستسوء في كل سنة أكثر من سابقتها، والأفضل إبقاؤها في المستشفى تلقي الرعاية الطبية اللازمة إلى أن يأخذ الله أمانته. ولم يخضع الزوج لرغبة الأطباء ورفض إبقاءها لديهم، وقاوم أعصابه كي لا تنهار، وعزم على تجهيز شقته بالمعدات الطبية اللازمة لتهيئة الجو المناسب كي تتلقى زوجته بها الرعاية. فابتاع ما تجاوزت قيمته الكثير من الأموال من أجهزة ومعدات طبية جهز بها شقته لتستقبل زوجته بعد الخروج من المستشفى. كان أغلب المبلغ المذكور قد تدينه بالإضافة إلى سلف اقترضها من البنك، واستخدم لزوجته ممرضة متفرغة كي تعاونه في القيام على حالتها.
وتقدم بطلب لإدارته ليأخذ إجازة من دون راتب، ولكن مديره رفض لعلمه بمقدار الديون التي تكبدها، فهو في أشد الحال للكل من الراتب. فكان في أثناء دوامه يكلفه بأشياء بسيطة ما إن ينتهي منها حتى يأذن له رئيسه بالخروج، وكان أحيانا لا يتجاوز وجوده في العمل ساعتين، يقضي باقي ساعات يومه عند زوجته، يلقمها الطعام بيده، يضمها إلى صدره، ويحكي لها القصص والروايات ليسليها. وكلما تقدمت الأيام زادت الآلام، والزوج يحاول جاهدا التخفيف عنها. كانت قد أعطت ممرضتها صندوقا صغيرا طلبت منها الحفاظ عليه وعدم تقديمه لأي كائن كان إلا لزوجها إذا وافتها المنية. وفي يوم الاثنين مساء بعد صلاة العشاء كان الجو ممطرا، وصوت زخات المطر حين ترتطم بنوافذ الغرفة يرقص لها القلب فرحا. أخذ صاحبنا ينشد الشعر على حبيبته، فنظرت له نظرة الدموع وهي مبتسمة له، فنزلت دمعة من عينيه لإدراكه بحلول ساعة الصفر، وشهقت بعد ابتسامتها شهقة خرجت معها روحها، وكادت تأخذ من هول الموقف روح زوجها معها. ولا أرغب في تقطيع قلبي وقلوبكم بذكر ما فعله حين توفاها الله، ولكن بعد الصلاة عليها ودفنها بيومين جاءت الممرضة التي كانت تتابع حالة زوجته، فوجدته كالخرقة البالية، فواسته وقدمت له صندوقا صغيرا، قالت له إن زوجته طلبت منها تقديمه له بعد أن يتوفاها الله عز وجل. فأخذ هو ذلك الصندوق وفتحه فتفاجأ بما وجد فيه، فقد وجد زجاجة عطر فارغة، وهي أول هدية قدمها لها بعد الزواج، وصورة لهما في ليلة الزفاف، وكلمة أحبك في الله منقوشة على قطعة مستطيلة من الفضة. وأعظم أنواع الحب هو الذي يكون في الله. ورسالة قصيرة سأنقلها كما جاء نصها تقريبا، مع مراعاة حذف الأسماء واستبدالها بصلة القرابة. الرسالة مكتوب فيها: زوجي الغالي، لا تحزن، لا تحزن على فراقي، فوالله لو كتب لي عمر ثان لاخترت أن أبدأه معك، ولكن أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. أخي فلان، كنت أتمنى أن أراك عريسا قبل وفاتي. أختي فلانة، لا تقصي على أبنائك بضربهم، فهم أحباب الله ولا يحس بالنعمة غير فاقدها. عمتي فلانة، أم زوجها، أحسنت التصرف حين طلبت من ابنك أن يتزوج من غيري، لأنه جدير بمن يحمل اسمه من صالح الذرية بإذن الله. كلمتي الأخيرة لك يا زوجي الحبيب أن تتزوج بعد وفاتي حيث لم يبق لك عذر، وأرجوك أن تسمي أول بناتك باسمي، واعلم أني سأغار من زوجتك الجديدة حتى وأنا في قبري. وانتهت الرسالة.